السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله طرقكم وتجربوها. ونبدأ إن شاء الله بالمقادير وطريقة الاستعمال. غير قبل ما نقول لكم المقادير، عندي واحد تيب أو واحد الحيلة باش نحافظ على السبانخ، بما أن الأكلة فيها السبانخ أو مملحة فيها السبانخ. كنوريكم غير الطريقه باش كنحافظ عليها انا، باش يبقى لي واحد المده طويله في الثلاجه ونستعمله ما يخسرش ليا. كناخذ بواطه سواء زاج ولا بلاستيك، كنفرش الورق ديال المنزل بحال الطريقه اللي كتشوفوا من التحت، وكنعاود نغطيه من الفوق صافي، وكنسدها. كناخذ داك القدر اللي كنبغي كل نهار صافي، وكنعاود نسدها وكنرجعها للثلاجه. وبهذه الطريقه ما كيضيعش ليا السبانخ او لي زيبينا، لانكم كتعرفوا الا بقى في البلاستيك باك ديالو ولا في الميكا اللي فاش شريته نتوما، كيدير تقريبا يومين صافي كيبدا كيتغير ليه اللون ديالو وكيخسر. من الاحسن ما نضيعوش ونحافظوا عليه بهذه الطريقه هذه. ودابا ندوزو العناصر. ما خديت واحد الكميه لا باس بها، راكم عارفين السبانخ دغيا كيقلالو. درت هنايا الشبت اولا الشبت ديال قطعتها رقيقه. درت البصل الاخضر شي 4 ولا 5 قطعتهم. عندي هنايا جوج الفيطه، جوج العادي، عندي 4 بيضات، عندي نص كاس ديال الزيت البلديه، نص كاس صغير، عندي الملح، عندي البزار، وعندي المعدنوس قطعته حتى هو، والزبده ذوبتها باش ندهن بها الورقه ديالي. وهنا عندي الورقه ديال الفيلو راكم عارفينها، ولا اي ورقه عندكم اللي كتصايبوا نتوما في الدار ولا ممكن تستعملوها. غنخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. المهم قطعت هذوك السبانخ، زدت عليهم الشبت او الشبات يمكن باللغه العربيه. زدت البصل، قلت لكم قطعت واحد 5 ديال الروس تقريبا ديال البصل الاخضر. زدت المعدنوس، خلطتهم مزيان. هذه الاكله راه رائعه، هي اصل يوناني، هي عندهم اكله تقليديه وكانت كتقدم باشكال مختلفه. اليوم جبتها لكم بهذا الشكل الجديد، غادي تعجبكم بزاف، مذاقها رائع جدا وغادي تعجبكم. زدت شويه ديال الملح، شويه ديال البزار او فلفل اسود. زدت زيت البلديه نص كاس تقريبا صغير. كنخلط مزيان هاد العناصر هادي ملي كنزيد الزيت حتى كينسجم مزيان. هاد الاكله سريعه سهله دغيا كتوجد وصحيه، قيمتها الغذائيه عاليه جدا، غير جربوها. وزدت هنايا ضفت جبن الفيطه، فيطه تشيز، واحد المعلقه صغيره من اي جبن عندكم، المثلات او الجبن المربع او اي جبن عندكم كتضيف واحد المعلقه صغيره اضافه لجبن الفيطه. الفيطه تقريبا واحد زلافه صغيره، راه زوين جبن الفيطه. كنخلط هاد العناصر مزيان. ودابا طربت هذوك 4 البيضات وغادي نضيفهم. هذاك الشبات راه مزيان بزاف لاصحاب السكري وكيريح المعده بزاف، اضافه لانه غني بالمعادن والفيتامينات والالياف. غير حاولوا هكا توظفوه في السلطات ديالكم وفي الطبخ ديالكم، راه مهم بزاف. وعندو واحد النسمه هائله متميزه هائله. هنايا دهنت المول ديالي بالزبده، ممكن تستعملوا اي مول عندكم، ماشي ضروري يكون بحال هذا، غير هذا كيعطي هذاك الشكل زوين ملي كنقلبوها، ولكن ممكن تستعملوا اي مول عندكم، المهم هو المحتوى اللي تستافدوا منه. صافي كندهنها بالزبده مزيان، وكندير واحد شويه، خلطت هنا شويه ديال الزنجلان ومع شويه ديال حبوب الشيا. الا ما كانتش حبوب الشيا ممكن ديروا الحبه السوداء، القليل من الحبه السوداء مع الزنجلان، او الزنجلان بوحدو، اي حبوب نتوما كتفضلوها هكا ومتوفره لكم بين يديكم ممكن ديروها، غير باش دير لينا داك المنظر ملي كنقلبوا هاد المبلحه على شكل كيك، كتجي بحال على شكل كيك. صافي كنبدا كنفرش في الورقه بشويه،
الورقه الفيلو راه كتبي شويه الخاطر حيت كتقطع معليش. وانتم ممكن تستعملوا الورقه اللي كطيبوا مثلا في الدار عندكم ولا اللي مول فين كتستعملوها. المهم كنبقى بحال هكا كنفرش حتى كندير واحد الطبقه مزيانه لتحت بحال هكا، عاد كنحط الخليط ديالي في الوقت كنحط في الورقه وكندهن في نفس الوقت بالزبده كما كتشوفوا. هي اصلا هاد الاكله باليونانيه كيقولوا ليها سبانا كوبيتا، راه معروفه مشهوره، غير هما كانوا كيقدموها في اشكال هكا مختلفه على شكل مربع او مثلا ممكن ديروها حتى على شكل بريوات او سيجارات الا كان عندكم الوقت. غير هي كتاخذ الوقت واحد شويه، من الاحسن ديروها بهذا الشكل هكا عائلي، خاصه الا كانت العائله مجموعه كتقدمها بحال هكا بهذا الشكل اللي غادي تشوفوا. وتجي حتى في الطبله هكا الا كانوا الضياف على شله كتحطيها وانت بوجهك حمر، لانها كتجي رائعه جدا وصحيه وسهله. المهم اللي كنكمل بحال هكا هاد الطبقات ديال الورقه راه كندهن بالزبده. صافي وكنحط الخليط لداخل على شكل كيك تماما. غير جربوها على حسابي، رانا مأكدة غادي تعجبكم. الا جربتوها غير مرة راه غتبقاو دائما دائما كتجربوها، لان مذاقها هائل، كتجيب ديك النسمة ديال الشبت او الشبت كتجي رائعه جدا، واحد عنده واحد النسمه خاصه سبحان الله وصحيه في نفس الوقت. المهم انا غنستمر بحال هكا حتى نكمل هذاك الخليط، وغادي نحاول نجمع هذيك الورقه كيف ما غادي تشوفوا دابا. في هذه الاثناء راني سخنت الفران على درجه حراره 190، ملي كيسخن كندخلها تقريبا. انا خدات معايا 45 دقيقه. ملي كتبان لكم راه تحمرات من الفوق، بمعنى ان راه حتى ملي غادي تقلبوها من الوجه ديالها راه تكون محمره، وانتم على حساب الفران ديالكم انتم غادي تشوفوها. الا تحمرات راه معناها راها جاهزه. صافي انا جمعتها ودهنتها بالزبده من الفوق وغادي ندخلها الفران ان شاء الله. معليش كنطول شويه الفيديو، ولكن كنبغيكم تشوفوا المراحل كلها، ما كنبغيش نبقى نقطع باش تستافدوا مزيان وتجيكم ناجحه. كندهنها هكا بالزبده وكندخلها الفران كيف ما قلت لكم، خدات لي 45 دقيقه بالضبط. ها هي تحمرات، ملي كتبان لكم تحمرات هكا راه حتى الوجه ديالها كيجي محمر. وكنقدموها بهذه الطريقه، هانتوما شوفوا الشكل ديالها جات رائعه على شكل كيك، ممتازه بنينه صحيه سهله. تبدلي بها هكا الشهيوات ديالك في رمضان، الصحه والراحه. وجات رائعه مع الزنجلان وحبوب الشيا من الفوق. قلت لكم الا ما كانتش عندكم حبوب الشيا ممكن ديروا الحبه السوداء، ولا غير زنجلان بوحدو، ولا غير الحبه السوداء بوحدها، على حسابكم نتوما على حساب الذوق ديالكم.
طبعا انتما تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. السبانخ ولا ما نتكلموا عليها، راه معروفه قيمتها الغذائيه. ها انتما شوفوا كيفاش جات، ما شاء الله جات رائعه وعامره وبنينه ولذيذه، لذيذه من الداخل غير صدقوني، جربوها وغادي تعجبكم، انا مأكده غادي تعجبكم. وهكا كانت مائده الافطار ديالي، درت حريره مغربيه التي لا يعلى عليها، وعروس المائدة ديال اليوم سباناكوبيتا او مملحة بالسبانخ كيف ما بغيتو تسميوها، المهم هو المحتوى ديالها. ودرت هذا الميني بطبوط عمرته بالخضار والتونة والبيض. الى بغيتوني نشارك معكم، راه شاركت معكم الطريقة ديال العجين، بالنسبة اللي مازال ما شافهاش انا غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. واخا انا عارفه كل شيء تبارك الله كيعرف يدير البطبوط وهذه، ولكن كاين اللي باقين يلاه كيحاولوا يجربوا اول مره ولا ما كينجحش ليهم. غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف ان شاء الله. فواكه، عصير، وهنا درت واحد الحوته في الفران نسمتها غير بالاعشاب ورافقتها مع الخضر المخلله. الا بغيتوني نشارك معكم الفصا ديال الحوطه، راه كتجي رائعه ناشفه زوينه، ما كتاخذش حتى هي وقت كبير، حمرتها غير في الفران. ودابا وصلنا لنهايه الفيديو، الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشجعوني باللايك. وبالنسبه للبنات اللي اول مره كيزوروا القناه ديالي، ما تنساو تشتركوا وتقاسموها مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. وان شاء الله الى فيديو مقبل ووصفه جديده باذن الله. الى بغيتوا شي اقتراح ولا اي وصفه نقدمها لكم، غير خليوها لي في صندوق الوصف في الكومنت في التعليقات ديالكم. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في امان الله.